البديل حنا طالبين، حنا راضين. عاش محمد السادس، عاش بونا الحنين، عاش امير الفقراء، ورحنا هما الفقراء شعبي. حنا كنطلبوك سيدنا راه باسمك، باسمك راهم كيتعفسوا علينا وكيستفزونا. ما كاينش ادب وما كاينش احترام وما كاينش اخلاق، كيجيو كيتعاملوا معنا كاننا حنا حيوانات. غادي ندير يلا شنو غادي نمشي نرجع للتبزنيز والحشيش. انا راني صافي، درت عقلي، درت عقلي وعرفت داك الباب وداك الميدان ما مسلكش، ولكن اللي مسلكه هما ما خلاونيش. كيفاش شنو عندي؟ يلا شنو ندير؟ ما عم قاد نمشي نبيع الحشيش، ما بقيتش قاد على الحشيش. شنو غادي ندير؟ شنو انا مرة غادي نمشي للسد، انا للريه غادي نمشي للسد. انا راجل خاصني نخدم بدراعي، ما طالب لا معاونه ولا دعم، طالب نخدم بدراعي وطالب نجيبها حلال وندير لولادي ونحس براسي عرقت بها، ما طالبش البرد. السلام عليكم. السلام. المشكل ديالنا خويا حنا اننا كنخدموا حلال وبغاو هادو يردوا لنا نخدموا حرام. صافي هادشي علاش انا شخصيا عفى علي الله من التحرميات ومن التبزنيز ومن المشاكل ومن الخطفه، وليت بياع وشراي لمده 22 سنه وتزوج ودرت وليدات وتميت غادي في المسيره ديالي وناجح، ما كنمدش يديا واخا قليل كثير الحمد لله. جراو علينا من هنايا من جهه الساحه، كنا تما قالوا لينا هبطوا هنا لتحت، هبطنا هنا لتحت، بقينا كنخدموا كاننا ناس نقيين بياع وشراي. ها هما جاو دابا جراو فين نمشيو؟ انا عندي 10 ديال الدراري، 6 قصيرين، هذا عنده 5، هذا عنده 7، هذاك 3، هذاك 5، انا كنعرف كاع البيعه والشرايه كاملين. انا دابا ما نقدرش نمشي للدار، مولف ولادي ندخل عليهم كليمانتيات ودانونات وقاطوات. بكل صراحه النهار كامل كنقيل بالجوع باش ندي لولادي هذيك البورصه، ما قادش نمشي للدار ديالي. شنو ندير لهم؟ راه ما يعجبوش بنادم من دار، هادو راه مهرسين شاريهم مع 7 دراهم، انتم كتصنتوا هما مهرسين. راه حنا مكسيين غير من الجوطيه، كنبانوا بحال الاساتذه كي ديفيزيونيرات. راه المصيبه هما دوك اللي شادين الوظيفه وما يستحقوهاش، ما تجيش معاهم حتى. علاش كيجيو يقهرونا بحال هكا؟ واش حنا ماشي علاش دابا هاد القهر نعيشوه لا حنا ولا ولادنا؟ ما كاينش مشكل، حنا راضيين بقانون الدوله وراضيين راضيين بالسلطه وراضيين بكل شيء بالصغير وكبير، ورضاو بينا حتى حنا كاننا دراوش وما عندناش. اسيدي نحيدو نحيدو ما كاينش مشكل، حنا راضيين. والبديل اخوتي راه عندي وليدات، هاد الناس كلهم ولادهم، عندي المرضى وعندي الاولاد. البديل حنا طالبين، حنا راضيين. عاش محمد السادس، عاش بونا الحنين، عاش امير الفقراء، ورحنا هما الفقراء شعبي. احنا كنطلبوك سيدنا راه باسمك، باسمك راهم كيتعفسوا علينا وكيستفزونا. ما كاينش ادب وما كاينش احترام وما كاينش اخلاق، كيجيو كيتعاملوا معنا كاننا حنا حيوانات. وانا اداو لي رزقي الصباح، ما جاوش قالوا لي حتى نوض، اداو لي رزقي، ما قادش نهضر نتكلم، انا سمحت فيه وما قادش نمشي لداري، ما قادش نمشي لان ما عنديش حتى داك الشيء اللي عندي غادي نبيعوه وداوه ليا. كي غادي ندير؟ كي غادي ندير 10 ديال الدراري بالحاله المدنيه الا كنكذب نمشي للحبس؟ 10 ديال الاولاد ها هما معايا 300 واحد، 300 لاكارت ها هما 300 لاكارت، الاخر عنده هنا 5 الاولاد دايرين. الا ما داروش معاهم الحل الدراري وموعديني، الا ما داروش معاهم الحل دايرين هاد الناس هادو بانهم كلهم غيجيبوا ولادهم الصغار وغيفرشهم في الشوارع. الاخر عنده، انا عندي هنايا 5 صغار، القصيرين تقريبا 7، الاخر اللي ما عندوش هنا 5 4، راهم هنا كيواعدوا، كيوعدوا السلطه بنفسها، كيقولوا الا ما درتوش معنا الحل راه نجيبوا ولادنا تكلفوا بهم وديونا حنا للحبس، ديونا حنا للحبس، قتلونا. انا مريض براسي، انا خاصني الدواء بلا ما نهضر، انا براسي ما بغيتش نفرس راسي، انا كنتنفس الصحه. كي غادي ندير؟ يلا شنو غادي نمشي نرجع للتبزنيز والحشيش. انا راني صافي، درت عقلي، درت عقلي وعرفت داك الباب وداك الميدان ما مسلكش، ولكن اللي مسلكه هما ما خلاونيش. كيفاش شنو غادي يلا شنو ندير؟ ما عم قاد نمشي نبيع الحشيش، ما بقيتش قاد على الحشيش. شنو غادي ندير؟ شنو انا مرة غادي نمشي للسد، انا للريه غادي نمشي للسد. انا راجل خاصني نخدم بدراعي، ما طالب لا معاونه ولا دعم، طالب نخدم بدراعي وطالب نجيبها حلال وندير لولادي ونحس براسي عرقت بها، ما طالبش البرد. والصلاه على النبي، احنا الله مشرع، الله مشرع. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش ملك، عاش بنا، عاش ملك الفقراء. ما عندناش شركه، ما عندناش خدمه، عندنا غير تجاره. انا كنا كنتبعوا الملاليه، احنا الفراشه ديالنا حتى احنا غير نرزقوا الله. انا عندي مهم رايده خدم عليا، ما عنديش اللي يخدم عليا، خدامه على راسي. دابا كنفرشوا داو الناس السلعه ديالنا، شكوا بهم الله تعالى وبركه، يردوا لنا غير السلعه ديالنا، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي غنقولوا، ولا يعطيونا البلاصه فين غنفرشوا. راه 36 عام وانا في الناظور، ما عنديش فين نعيش، ما عنديش فين نمشي، ما نقدرش نعيش شي دوله مع غير الناظور. انا اللي غنموت في الناظور، الا قتلوني قتلوني في الناظور. راه 36 عام وانا كاريه هنا في الناظور، خدامه في الناظور. دابا لكم كاني مازال العمليه، دابا كنفرشوا البريسه. شريت وقتها خدام هملي،
شريت الموال تاع صبر الشتم جاو جمعوهم داوهم واش غيتغطاو بيهم واش غيعطيوهم الخيريه واش غيصدقوهم واش غيبيعوهم الله اعلم الشكوى بهم الله الله ياخذ فيهم الحق حاضر معايا السيد والناس كاملين جينا نفرش هنا قالوا لي ركب في الصطافيط واش غندير في هذا الصطافيط واش نترزق لا غدوني الصطافيط داونا تما صافي سير بحالك ضيعوا لنا غير الوقت وجينا هنا حنا قاسينا لا ريال لا 4 درهم ها الكره تبعنا خاصنا نتصلوا في ولادنا ما عندناش نتصلوا والبدل فين هو ما كيبقاش يمشي يمشي عند ولادنا كاع للدار ما كيقدر يمشي هادشي اللي كاين استاذ حنا ما كنطلبوا والو كنطلبوا يديروا لنا شي بلاصه فين نفرشوا نرزقوا الله هادشي اللي كاين استاذ الطلب ديالنا والسلام السلام عليكم وعليكم السلام هاد الناس كاملين انا 30 عام وانا في هاد الجوطيه 30 عام وانا في الجوطيه تعرف واحد بواحد هنا تعرف كل شيء 30 عام وانا هنا انا وعدوني داو لي 5 ديال الدراري داوهم للجمعيه كاينه وعدوني داو لي 5 ديال الدراري قال لي نعاونوك ما كاين لا معاونه لا والو هما عندي جوج دابا هنا ها واحد في الحبس دابا يلاه داوه ها الصغير قصير ها هو فينا هو تيدور معايا انا في الجوطيه دابا الكرام ما عنديش الكرام سكنا ما كاين لا كرام خلص دابا لا والو مول كرتي ساني الفلوس ودابا خرجني من الزنقه ودابا راه غنقلبات في الزنقه البلاصه فيها ودابا غنقلبات في الزنقه وما كاينش البديل وانا جاو مورايا عطاهم الحوانت عطاهم كل شيء وانا 30 عام من هنا كاين ناس اللي هنا جاو هنا بالزوطيه داو ولاد ميمون داو ولاد ميمون عطاهم الحوانت تماك جات ولاد ميمون الفوق وانا راه بقيت هنا 30 عام وانا تنشوف فيهم واللي جا غير البارح تيعطيوه هكذا واللي عنده اللوس يعطيوه واللي ما عنده والو تيلوحوه هذا هو المغرب عيش الملك عيش السلطه الله يرحم بها الوالدين هذا هو الطالب اللي طالب انا طالب انا هذا هو الحل يديروا معايا الحل كل شيء يديروا معايا الحل ماشي غير انا بوحدي الاخوان راه مجموعين هنا كاملين من اجل لقمه العيش ديالهم هاد الناس في الفراشه راه حنا اعوام وسنين دراج طالع ثلاثه العقود ما كانش اللي دار معنا الحل كل ربعه السنوات كاين قايد جديد كاين رئيس رئيس مجلس بلدي جديد كل كيتم وعدنا بوعود كاذبه باش يدوز الفتره ديالو مازال ما استفدنا من عند حتى شي واحد هاد الناس راه كاملين مضرين راه ما كاين لا خدمه حتى التجاره هاد الناس اللي كيديروا هاد التجاره وباغيين يفرشوا راه ما كيديروش شي تجاره خياليه التجاره كاين بنادم اللي ما كيصورش 20 درهم وانت كتشد مثلا انت قائد ولا رئيس مجلس بلدي كتشد واحد المبلغ اللي كيناهز ديال 20000 درهم وتجي تتابع واحد من الشعب على 20 درهم كاين شي بديل ولا جايب لنا بالكرافاطه راه عينا منه ما شتي حتى جبنا البديل شهادي السلام عليكم شكرا دابا حنا سيدي كنفرشوا هنا تقريبا هذه راه شي واحد 5 سنين كنفرشوا هذه البلاصه هذه وهاد الناس جاو داو لنا حوايجنا بدون سابق انضاء داونا كلش هادو نعتبرهم عصابه كلش انا بنفسي كنعتبرهم قريساونا واه كيقريسيونا هاد الناس هادو كون داروا لنا غير شي ميساج بلا ما نفرشوش ما نجيبوش رزقنا نفرشو السيد جانا جاو الصطافيطات جاو بالقوه والعسكر جمعوا لنا حوايجنا دابا حوايجنا ما عرفناهم واش داوهم باعوهم ولا داوهم شي خيريه ولا كيفرقوهم بيناتهم ولا شنو كيديروا بهم يعطيونا غير ورقه بلا حوايجنا توصلت فيهم شي خيريه او شي مؤسسه ديال الدوله هاد الناس داروا في الصطافيط بدون اي حاجه كيهزوا لنا حوايجنا قدامنا المخزن كيضربنا ولا هضرتي كيديروا لك اهانه موظف عينا من الاهانه الموظف دوزت الحبس على هاد الشاشه دوزنا ماشي غير الحبس خلاونا مشينا شردونا على اولادنا هادو هاد الناس هادو شردونا على اولادنا دابا خاصنا قنوات الحوار معاهم اما يديروا لنا البديل اما نشوف كيفاش يديروا معنا حنا فين غنفرشوا ما عندناش اللي يخدم عليها فين غنمشيه اي بلاصه يعطيونا نمشيو نفرشوا ما عندناش البديل ما عندناش الشركه هذه الرساله هذه انا كنوجهها للمسؤولين اصحاب المهام واللي خدامين هاد الخدمه راه حشومه باش تبقاو تتعاملوا معنا بديك الوحشيه مثلوا الصوره ديال القانون ومثلوا الصوره ديال السلطه اعطيونا الاخلاق حنا ما هاربينش من الحق كتجيو عندنا كتهضروا معنا كنسمعوا لكم علاش كتجيو تقلبوا لنا حوايجنا كتدفعوا منين برجليكم كتعاملونا هذه المعامله هذه علاش كتجيو تعاملونا بهذه الوحشيه هذه باش فوقاش جيتوا لعندنا وما عطيناكمش الحق وما تسنطناش لكم انا براسي جيت هرسوا لي حوايج وهرسوا لي المال ديالي الصباح هذوك واش بنادم ولا بهيم
ما عرفتش انا دوك شكون اللي جايو عندي. واش بنادم كيجي كيضرب برجلو؟ انا ما عارفش بنادم كيديروا هكاك، ما كنعرفش انا بنادم كيجي كيقلب الحوايج. كنعرف انا بنادم كيجي كيقول لك السلام عليكم خويا ما تفرجتش هنا، هاد البلاصه ممنوعه، ولا كيحط لك المسطره اللي كاينه كامله. عما داكشي اللي كيجي كيجي يتهجم عليك ويتعفس عليك ويستفزك باش انك تضربه ولا تسبه ويصيفطك للحبس. انا عندي الاولاد، عندي وليداتي، عندي القرع، راه عار عليكم. عطيونا الصوره ديال المغاربه احرار، عطيونا الصوره ديال المغاربه احرار، ديال الاخلاق وديال الجود وديال الكرم وديال الحنان. حنا المغاربه كنسمعوا اللي ما في الاعلام، كنسمعوا المغاربه المغاربه، حنا بيناتنا كناكلوا بعضياتنا حشومه حشومه. جيتوا عندنا عمركم جيتوا عندنا وهضرتوا معنا ونوضنا معكم فوضى؟ ما كايناش. عمركم شفتوا قلتوا لنا نجمعوا ما جمعناش؟ ما كايناش. وعلاش تجيو تهرسوا لنا حوايجنا ولا تجيو تقلبوا لنا وتعاملوا معنا بالمعامله هذه وبعد التعسف هذا؟ شبه الاخلاق هذه باش شديتي ديك الوظيفه؟ انا كنهضر معك هذاك اللي جيتي قلبتي لي حوايجي اليوم، هذيك الوظيفه اللي شديتيها كتحتاج نيفو، وذاك النيفو كيحتاج قرايه. قرايه كتوعي وانت مكلخ، وراك جعرتيني وراك شكيت بيك لله، شكيت بيك لله. اكبر شكون